بيه. تابع معنا. الورد جميل جميل، الورد جميل وله أوراق عليها دليل من الأشواق. ما بين القاهرة والشرقية كان يقضي درويش عبد السلام درويش الشهير بعم وردة رحلته اليومية قبل وبعد عمله ببيع الورد. المكان ده من سنة 82 بالضبط، يعني بقالي أكتر من 35 سنة. بخرج من بيتنا حوالي الساعة 8:30 9 الصبح، بعتبر إن الورد ده طفل صغير، بغسل له وشه، بشطفه، بسرح له شعره. هو بيبيع الجمال وهو كله جمال، وبيحب الفن والفنانين. ربنا برضو سبحانه وتعالى بينسانيش، بيبعت لي رزقي، انا تمام التمام زي الكل راضي. قصة عشق بدأها عم وردة حينما كان عمره لا يتخطى 7 سنوات، الى ان وصل 17 من عمره ليقرر ان يقضي عمره بين الزهور. بتعامل مع روح، بتعامل مع روح نقية، روح طهرة، روح حلوة. أنا الورد بيديني علشان بيحبني زي ما أنا بحبه، وهو بيحبني أكتر. في ولد كان متخانق هو وخطبته، يعني وجايين، هو مصمم إن هي يجيب لها وردية وهي لأ مش عايزة، فأنا رحت رايح ليها طلع وردية، ورحت رايح قلت لها ممكن ما تقبلهاش منه، تقبليها مني انا. شوف الظهور وتعلم من الغمايم تتكلم، شوف وتعلم. سيفتقد رواد شامبليون وكشك الورد الذي حارب لأجله في آخر العمر، وسيظل ذكرى جميلة خفيفة كروحه الطيبة بعد أن غيبه الموت منذ أيام وهو لا يزال في 58 من عمره. أحبك وبعشاك وما أقدرش أبعد عنك. وداعا صاحب القلب الأبيض والرائحة الطيبة. أنا حياتي هي الوردة، أنا اسمي محمد وردة. وداعا عم وردة. بعتذر إن احنا قدمنا هذا التقرير من غير ما أقدمه. التقرير اللي شفناه مع بعض دلوقتي ده عن عم محمد وردة، وده مش مجرد فيتشر عادي كان زميلنا عبد الله منتصر عمله. هو الحقيقه كنا سجلنا هذا اللقاء مع عم ورده، وكان زميلنا عبد الله منتصر متحمس ان هو يعمل عنه تقرير او يعني فيتشر يقدمه فيه، لانه معروف جدا الراجل ده في الاوساط الثقافيه والناس اللي بتروح شارع شامبليون. هو واحد من اقدم بائعي الزهور في الشارع ده هناك في وسط القاهره. كمية الناس الحقيقة اللي نعته اليومين ثلاثة اللي فاتوا منذ علمنا بوفاته غير طبيعية، من فنانين وناس مثقفة وناس وأدباء وشباب، شباب كتير جدا كانوا يعرفوه وكانوا بيروحوا يتكلموا معاه، يعني ياخدوا منه كده الجمال والطاقة الإيجابية والحكمة. والحقيقة أنه كان زميلنا عبد الله منتصر أجرى هذا اللقاء معاه منذ فترة في مساء دريم، لكن ما كناش لسه عرضنا التقرير ده. ولما حصل وعرفنا بوفاته يعني اتكلمنا الحقيقه، وقلنا انه يعني اقل حاجه نقدر نعملها تكريما لهذا الرجل ان احنا نعرض هذا التقرير عم محمد ورده. الحقيقه يعني انا هقتبس كلمه قالها لي زميلي عبد الله، لان هو نزل واتكلم معاه وقعد معاه فتره وهو بيصور معاه التقرير ده، بيقول لي انا عايز اقول لك ان الورد اللي بيهديه للناس اكتر من الورد اللي بيبيعه. هو كان معروف اي حد يعدي قدامه يهديه بورده، يعني حتى زمايلي الكروف مساء دريم وهم بيصوروا معايا بعد ما خلص تصوير اداهم كلهم ورد، كل واحد ورده، بنوته وخطيبها مثلا ماشيين او حاجه يديها ورده ويديله ورد. يعني حقيقي انا الكلمه دي لما قالها لي عبد الله بيقول لي الورد اللي بيديه للناس هديه من باب المحبه ونشر الجمال اكتر من الورد اللي بيبيعه، وده عمله في النهايه، ده مصدر رزقه في النهايه، يعني هو بيبيع الورد.
فهو راجل الحقيقه جميل وسيرته طيبه جدا وعطره جدا، رحم الله عم محمد ورده، وانا عارفه ان في ناس كتير قوي تعرفه وبتحبه، ربنا يرحمه. الشارع ده شارع شامبليون في وسط القاهره هيفتقد جدا هذا الرجل، هيفتقد مواطن مصري جميل قوي مبتسم دائما. كفايه بس كلمته وهو بيقول انا الورد ده بعامله زي الطفل، يعني بغسل له وشه الصبح واربيه واهتم بيه واكله واشربه، وده روح. يعني هو بيتعامل من المنطلق ده انه الورد والزهور اللي في ايده دي روح، فبيحافظ عليها. فالله يرحمه يا رب ويحسن اليه عم محمد ورده، ويا رب يكون في الجنه ونعيمها. بمناسبه الـ يعني الـ